الحاجة الأولى هو يحافظ على الطبيعة. كيفاش يحافظ على الطبيعة؟ معنا عودة ذاية صغير العبيد ما عندها ما تعم به. نحن جينا لأنوال العبيد تقص الأشجار يقصوا العويد الخشين سواء باش يشعلوا بهم الشيميني متاعهم وإلا سواء باش معناها يردوه الفحم. نحن العودة ذاية جويد اللي كان أي واحد يراه يحرق ولا يطيشوا معناها ما عندوش حتى قيمة. نحن هذايا هو رأس المال متاعنا معناها الديشي ذاية اللي ما عنده حتى قيمة عند العبيد. اي العبيد جنرالمو فلاح بعد التاي معناها بعد ما يقص الأشجار متاعه آخر السيزون متاعه يعملوا كوم ويحرقوا شعر فيه النار ويحرقوا الديشي متاع اللوح. جنرالمو في الصيف تلقاها معبية كل خاطر تبدأ موش تريتي معناها جاي ديركتو ما عند الشجرة موش تريتي ولا مداوي ولا فهمنا معاه نمشيو ناخدوه في البلاس معناها نرخيوه في البلاس ونجيبوه عنا في الريور حاجة الأخرى اللي تخلي البرودوي متاعنا إيكولوجيك كما قلت لك اللي هو ذي ما فيه حتى أديتيف 100% ناتوريك كيف وكما نفهم هذا هو برودوي أديتيف يدخل الفور سبيسياليزي تصير عملية الكربونيزاسيون ويخرج فحم معناها مانيش نلصقوا فيه لا بكول لا حتى شيء معناها 100% ناتوريك والشاي حاضر للي شيميني ولا اللي فور أبوا والفحم كيف كيف معناها ما يخرجش دخان ما يخرجش الريحة اللي بارتيكولك اللي ساعات يتنطروا يبداوا يقلقوا معناها حتى الفحم معناها ايكولوجي يقولوا نحن والبوفوار كالوريفيك تاعو قوي يشد برشا ويطيب فيسا معناها الحاجة. وتعرف الشتاء تو كا والدنيا بارده انا هذيك هي الخدمه نتاع الفحم كيفاش همني والا جر كبر معناها ولا مسن معاش في معاش ينتج يحبوا يتجدوا ينحوا الجر هذاك يعملوه فحم زاده كيف كيف نفس الشيء. بس القهاوي ياخذوا برشا والمواطنين ياخذوا كل واحد كل قطير وقدره ثم اللي ياخذ شكيره وثم اللي ياخذ 20 شكاره فهمني تو اللي يخدم بيه قهوه مثال الشيشه ولا الواحد ما ياخذ برشا ويحط غادي ستوك ويخدم بيه ولي استهلاك عائلي معناها مش ياخذ شكيره زوز ما يحط بغادي شعل الكوين الحم يحط شويه بخور وفي الشتاء واموره واضحه ويشوي شويه الحم اذا كان لزم وهي ماشي